بسم الله الرحمن الرحيم. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. قالت مصادر في مشاورات السويد إن هناك اتفاقا شبه ناجز بين وفدي الحكومة والانقلابيين حول إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية وحركة المسافرين. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق ينص على أن تمر الرحلات المتجهة من وإلى مطار صنعاء بمطاري عدن أو سيئون، وأن هناك نقطة خلاف بين الطرفين حول المكان الذي يتم وضع ختم المغادرة والوصول على جواز المسافرين. ويضغط الوفد الحكومي على أن يتم وضع ختم المغادرة أو الوصول في مطاري عدن أو سيئون، بينما يصر الحوثيون على أن يكون في مطار صنعاء. وقال عضو الوفد الحكومي عثمان مجلي إن رؤية الوفد أن يكون مطار صنعاء مطارا محليا كمرحلة أولى، وما زال ينتظر الرد من الجانب الآخر الذي يبدو أنه لا يرغب في ذلك ويريد استمرار معاناة المواطنين في السفر. قال مكتب المبعوث الأمم إلى اليمن مارتن جريفيث إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سينضم إلى المشاورات اليمنية في السويد التي ترعاها المنظمة الدولية. وذكر المكتب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك غدا الخميس في أعمال اليوم الختامي لجولة المشاورات السياسية اليمنية. ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش وفد الحكومة الشرعية والانقلابيين قبل مغادرتهما السويد. على الصعيد الميداني، قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية بقذائف الهواء المنازل المواطنين في قرية النخيل بمحافظة الحديدة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير منازل وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل أخرى وإجبار سكان القرية على التشرد والنزوح. في السياق ذاته، أقدمت ميليشيا الحوثي على تحويل مدرسة السلام في مدينة الحديدة إلى معتقل، وأغلقت مدرسة التحرير الثانوية للبنات بالمدينة وحولتها إلى ثقنة عسكرية. كشف تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيقدم إلى مجلس الأمن عن وجود أسلحة جديدة إيرانية الصنع في اليمن، الأمر الذي يؤكد تورط طهران في تزويد ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالأسلحة. وقال التقرير إن الأمانة العامة للأمم المتحدة فحصت حاويتين قاذفتين لصواريخ مواجهة مضادة للدبابات كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن. وأكد التقرير أن خبراء الأمم المتحدة لاحظوا سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تأريخ الإنتاج في 2016 و2017. وأضاف تقرير الأمم المتحدة أنها فحصت أيضا صاروخ أرض جو تم تفكيكه جزئيا وصادره التحالف العربي بقيادة السعودية، ولاحظ سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني. دشن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في محطة الحاويات بميناء عدن تركيب وعمل الرافعتين المقدمتين من الصندوق السعودي للتنمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية وصول الرافعتين ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، موضحا أنها ستسهم في زيادة حجم الواردات الإغاثية لليمن. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن اتفاق على أهمية تأسيس كيان جديد يجمع عددا من الدول العربية والإفريقية. وفي تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر قال الوزير الجبير إن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن اليوم في الرياض أقر الاتفاق على أهمية تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن. وأضاف الجبير أن الكيان الجديد سيجمع أو سيضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن، وسيعزز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.